بيتكلموا على بنت خيرت الشاطر، ما مرضتش في السجن، مرض وراثي. أطلق أذرعه لقذفها على مسمع الملايين، لكن ذلك لم يشفي غليله من شجاعتها حين صدحت بالحق ولم تكن تملك إلا صوتها في مواجهة بطشه. نفس المحكمة دي هتتعدي يوم كلنا نفس الوقت، بس هنبدل الموقف، هيبقى في قوي وفي ضعيف. انتوا النهارده خسرتوا دنيا واخره، واحنا الحمد لله فزنا دنيا واخره. القى بها في غياهب السجون وحرمها رؤية فلذات أكبادها، فتراهم يقفون خارج المحكمة بين الجلسة والأخرى يسترقون ولو نظرة ويشدون أزرها. يا عائشة وحشتيني أوي يا عائشة. أبو هريرة ماما وحشتيني أوي. عائشة وحشتيني أوي، كنالك أول امبارح وما دخلوناك. 5 سنوات من الحبس الاحتياطي تغيرت خلالها ملامح وجهها وأصيبت بفشل في نخاعها الشوكي. السؤال التالي للأستاذة منال العبسي من محافظة الجيزة، بتقول فيه: متى سيكون هناك وزير لشؤون المرأة؟ ده أنا وزير المرأة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصر على التنكيل بعائشة الشاطر، حيث صدر في حقها حكم بالسجن المشدد ل10 سنوات فيما يعرف بقضية التنسيقية المصرية. انا عشت معايا 12 سنة وشفتش منها حاجة بس، وفي الاخر يقولوا لي اكتب تعبير عن حب الوطن. حب الوطن ايه؟ انا كانوا وطني، حتى الناس اللي بحبهم اخدوها مني.